ذكر المبعوث الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتييف أن عودة اللاجئين السوريين معقدة جدا، لكن لابد من خلق الظروف الملائمة، وذلك على هامش مؤتمر اللاجئين بدمشق. نعم، ناقش المؤتمر عودة اللاجئين السوريين والعقوبات المفروضة على نظام الأسد وملف إعادة الإعمار وحل المشكلات الإنسانية على حد زعمهم. فما الجديد الذي توصل إليه مؤتمر قاطعه وعرضه كل العالم إلا حلفاء الأسد؟ نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. لكل من راهن على انهيار الدولة أن يعود إلى حضن الوطن. لم يكتفي الأسد بإطلاق الدعوات واحدة تلو الأخرى لإعادة اللاجئين السوريين لبلاد الطوابير والفروع الأمنية، مكان الذي يسميه وفق أبجدياته حضن الوطن، فها هو يعقد الاجتماعات والمؤتمرات للترويج لذلك، لعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم. برعاية وتنظيم روسي وبإحجام دولي عن الحضور، يعقد النظام ما يسميه المؤتمر الدولي حول إعادة اللاجئين السوريين بنسخته الثانية بمشاركة مسؤولين روس وبحضور ممثلين عن النظام لمناقشة العقوبات الغربية على الأسد وملف إعادة الإعمار وتسهيل عودة اللاجئين. هناك جهود مشتركة تقودها سوريا وروسيا للمساعدة على عودة اللاجئين والنازحين السوريين. تقول وكالة سبوتنيك إن وفود موسكو التي وصلت إلى دمشق للمشاركة في المؤتمر ستبحث في آلية تنفيذ الاتفاقيات بين الطرفين وفي المشكلات الإنسانية المتزايدة في سوريا على حد زعمها. فريق منسقو استجابة سوريا دان انطلاق المؤتمر واصفاً انعقاده بالدعاية الإعلامية الهادفة إلى جمع المال باسم اللاجئين السوريين وتعويم الأسد دولية، متهماً الأمر برمته بالمحاولات الروسية الساذجة التي لا يمكن أن تمر على المجتمع الدولي والشعب السوري، إذ لا تزال القوات الروسية التي تدعي عقدها لمؤتمرات سلم وعودة تقصف مدن وبلدات إدلب بلا هوادة. سبق المؤتمر جولة سابقة عقدت منتصف تشرين الثاني الفائت وبدعم روسي أيضا، حين قاطعت معظم دول العالم المؤتمر إلا بعض الدول المستفيدة من عودة اللاجئين على رأسهم الأردن ولبنان. المؤتمر الذي وصفته الولايات المتحدة حينذاك على لسان المتحدث الرسمي في خارجيتها كال براون بالوسيلة لاستغلال ملايين اللاجئين المستضعفين كبيادق سياسية للإدعاء زوراً أن الصراع السوري قد انتهى. أرحب بسمية حداد وهي مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان معنا من أنطاكيا. يسعد مساك بداية. يسعد مساك. نبدأ من تصريح روسيا الأخير وهو أن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا هي أمر معقد جدا، يعني أول مرة بتصرح روسيا بهذا التصريح الواضح والصريح وبشكل مباشر، ما رأيك في هذا التصريح بعد المؤتمر بالنسخة الثانية؟ أعتقد أن روسيا يعني تعلم على دراية تامة بأن الموضوع هو من الأصل معقد، وهي يعني بما يخص المؤتمر تعقده في سبيل مآرب خاصة فيها بالنظام السوري ليس أكثر، وإنما موضوع العودة هو موضوع شائك وغير ممكن حاليا رغم كل التصريحات التي يقوم بها سواء النظام السوري أو سواء قوات أو سواء روسيا، يعني على جميع مستويات لديها. وفي حال وجود فعلا رغبة جادة بعملية إعادة اللاجئين السوريين، فأقل تقدير ما يكون ينعقد المؤتمر في ظل تصعيد سواء في منطقة إدلب حاليا أو ما يجري في مدينة درعا منذ أمس. يعني يثير تساؤل الوضع حقيقة، أنه أين العودة الآمنة؟ كيف تتم العودة؟ كما ذكرت هناك تناقض، يعني تتحدث بأنها ضامن لحفظ السلام وداعم لعودة اللاجئين، وبنفس الوقت الطائرات في جميع المناطق السورية الطائرات الروسية. إذن إلى ما يرسم اليوم مؤتمر عودة اللاجئين، لنتحدث على الصعيدين السياسي وأيضا الاقتصادي. روسيا بموضوع عودة اللاجئين، يعني نعتقد أنه هي عم تقوم بهذه العملية في سبيل ترويج لعملية إعادة الإعمار، هي همها الأساسي من بداية التدخل في سوريا هي موضوع إعادة الإعمار وما ممكن أن تجنيه من وراء ذلك، سواء لتعويض الخسائر التي نالتها بتدخلها العسكري
وتوطيد مراكز لها ضمن سوريا. موضوع اللاجئين هو الورقة الإنسانية اللي تطالب فيها الدول دائما بحل الأزمة السورية، وفي حال ترويج ونجاحهم في ترويج أن هناك عودة آمنة للاجئين فبذلك هي تخرق هذه الورقة، ويبقى الموضوع الحل هو مقترن بالموضوع السياسي والاقتصادي فقط، وبالتالي هي عم تسعى لحل حلت الأمور في ظل ضمن أن تبقى الشرعية قائمة للنظام السوري القائم حاليا. طيب من حضر مؤتمر اللاجئين بنسخة ثانية، وأيضا ما هي مخرجات هذا المؤتمر؟ النسخة الثانية كانت شبه عدم حضور سوى للجانب الروسي بالمؤتمر، وهو اعتبروه يعني كمرحلة متابعة ما تم اعتماده في المؤتمر السابق، ليس أكثر من ذلك. الموضوع نرجع نأكد أن هو لا يوجد حتى الآن بيئة آمنة تسمح بعودة اللاجئين السوريين، يعني على صعيد فقط الاعتقالات لموضوع اللاجئين من عادوا إلى سوريا من سواء من عام 2000 مطلع عام 2014 حتى الآن لدينا 2005 حالات اعتقال، أفرج النظام عن 1173 فقط منهم، في لدينا 691 منهم تحولوا المختفين قسريا، بينما لدينا 882 حالة اعتقال. من تم الإفراج عنهم تم اعتقالهم مرة أخرى، معظمهم تم اعتقالهم مرة أخرى، تم إجبارهم على التجنيد القسري، يعني تم إلحاقهم بقوات النظام العسكرية. اللاجئين يعني إلى أين سيعودون؟ ما دام الأسباب الرئيسية التي دعتهم إلى الهجرة هي ما زالت قائمة، سواء عملية الاعتقال، التعذيب، الوضع الاقتصادي والسياسي. لكن هل من دول أو جهات كانت حاضرة بهذا المؤتمر بنسخته الأولى ولم تحضر بالنسخة الثانية؟ عفوا ما سمعت السؤال. هل من دول أو مؤسسات كانت حاضرة بهذا المؤتمر بنسخته الأولى ولم تحضر بالنسخة الثانية؟ معظم كانت الدول الحاضرة المؤتمر الأول لم تحضر بالمؤتمر الثاني. اقتصر الحضور تقريبا على بس الجانب الروسي، منظمات روسية وجهات روسية. ولكن ذكرت عدة تقارير بأن هناك دول ستكون مستفيدة اليوم من انعقاد تلك المؤتمرات. تستفيد على الصعيد بسيط جدا مقارنة بالعائد الذي سيعود على الجهات الروسية. المؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل يعني معظم من حضروا هنا من الدول اللي تتميز بان السلطات الحاكمه فيها هي سلطات دكتاتوريه شبيهه ومؤيده للنظام السوري، سواء بصعيد المجال الدولي وصعيد حتى السياسي والاقتصادي ليس اكثر. هي دول يعني ليست ذات ثقل في موضوع حل القضيه السوريه. نعم. يعني هناك أيضا عدة دول أوروبية وعدة منظمات كانت رافضة لعقد تلك المؤتمرات وتغيبت عن الحضور، ما تأثير عدم حضور عدد كبير من الدول الأوروبية ورفضها لتلك المؤتمرات على الصعيد السياسي؟ الموضوع الرفض هو موضوع طبعا يعني بندرج ضمن موقفها هي من تأييدها لحقوق الإنسان، ومن بداية من المؤتمر الأول جوزيف بوريل صرح بأن هذا الموضوع سابق لأوانه، يعني يجب الوصول إلى حل سياسي قبل أن نتكلم عن عودة اللاجئين، قبل تأمين بيئة آمنة قبل التحدث عن عودة اللاجئين. يعني أبسط حقوق الإنسان تحتم هذا الأمر، وبالتالي الدول التي تهتم بحقوق الإنسان سوف تثبت على موقفها يعني تبقى داعمة لموضوع تأمين البيئة الآمنة قبل عودة اللاجئين. طب مين استفاد بالمؤتمر بالنسخة الأولى حتى تم عقد نسخة ثانية؟ يعني بشكل مباشر روسيا شو رح تستفيد من مثل هاي المؤتمرات؟ هي الفائدة على المدى الطويل هي عملية بس خرق الموضوع، يعني صار تصريح حاليا ببداية هذا المؤتمر لحسين مخلوف وزير الإدارة المحلية تابع للنظام السوري بأن هناك 5 ملايين سوري عادوا إلى سوريا، يعني كذب واضح وصريح، يعني 5 ملايين لاجئ سوري عادوا إلى سوريا، بينما كل الإحصائيات تتحدث عن زيادة في عدد اللاجئين وعدد النازحين حتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
العملية عملية كذب وخداع ليس إلا شكلية، يعني لا يعني فقط الترويج لعملية إعادة الإعمار، هذا الهم الأساسي بالنسبة لهم. لكن برأيك يعني إقامة مثل تلك المؤتمرات ألا يسهم في تعويم النظام أمام الرأي العام، ويمكن أن يكون له تأثير على قرارات بعض الدول الأوروبية؟ كما نرى هناك عدد دول أوروبية اليوم ترفض استقبال اللاجئين بحجة أن دمشق آمنة، ألا يمكن أن يكون لعقد مثل ذلك المؤتمر تأثير على الدول الأوروبية في الأيام المقبلة؟ لا أعتقد ذلك، بظل التقارير التي تصلهم ويطلعون من خلالها على الوضع وما يحدث فعليا على أرض سوريا، لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية وإعادة أي أشخاص حتى الآن. هو عملية يعني أفكار ومشاريع قوانين يتم طرحها، ولكن حتى الآن لم يتم اعتماد أي منها. ونحن نسعى دائما وبطريق تواصلنا مع وزارات الخارجية وإطلاعهم على الوضع في سوريا إلى عدم حدوث هذا الأمر، ويعني نتأمل أن ننجح في ذلك الأمر. شكرا جزيلا لك على تلك المشاركة، مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيدة سمية حداد، كنت معنا من أنطاكيا. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك.